بالتزامن مع بدء قبول طلبات المفاضلة الجامعية في مراكز التسجيل المعتمدة في جامعة حماة، انطلقت فعاليات معرض عينك على اختصاصك التي ينظمها الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في محافظة حماة، وذلك لتعريف الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية بالاختصاصات المتوافرة في الجامعات والمعاهد. مبادرة عينك على اختصاصك مبادرة أطلق الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، الهدف من مساعدة الطلاب يلي اجتازوا اللي حاصلين على شهادة البكالوريا باختيار فرعون عن طريق طلاب متميزين من كافة كليات ومعاهد جامعة حماة، بأنهم يقدموا المعلومات كاملة بشرح تفصيلي عن الكلية، مدة السنوات، المنهاج، شو هي الفرص العمل المتاحة ما بعد بمرحلة ما بعد التخرج. احنا هون متواجدين مشان طلاب البكالوريا الناجحين داخلين جديد على الكليات وعلى المعاهد، بحيث نعرفهم على جميع الكليات والمعاهد ونعطيهم فكرة جيدة تدلهم لقدام. المعرض هو عم نحكي لجميع زملائنا اللي انتهوا من مرحلة الثانوية والمرحلة البكالوريا مثلا وانطلاقهم للمرحلة العلمية اللي هي الجامعة، عم نحكي لهم مثلا عن كلية التربية بكافة 4 سنوات. احنا هون بمعرض عينك اختصاصك عم نعرف الزملاء الطلبة المقبلين على المرحلة الجامعية اللي جايين يسجلوا على المفاضلة بالاختصاصات وكليات جامعة حماة التابعة لوزارة التعليم العالي. ويستهدف المعرض الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية بغية تعريفهم بالاختصاصات الجامعية التي تتناسب مع رغباتهم وميولهم والدرجات الحاصلين عليها ليتابعوا تحصيلهم العلمي فيها. حسام الشاب، الإخبارية السورية، مدينة حماة.